السلام عليكم طلاب، محاضرتنا لهذا اليوم سيتروم كلايتس ستار كوراليس هو لترويد وورم، يعني الديدان الخيطية. هسه راح نجي نعرف هذه الديدان وين موجودة، ونعرف الفاينل كوز وشو راح تنتقد وشو راح اشخصها. موجودة هي الفيميل، موجودة بالسوبرفيشال تشو بالسمول انتستين تو ديام انتروجينوم. الفاينل هوست هو الهيومن والدوك والكات. الانفكتف ستيج هو الفلار فورم لارفا. الدك فاينل ستيج راح اشخصها عن طريق هو الرابيتيو فورم وين موجودة بالفيتس. الديزيز هو تترونجلايتيس، وايضا واللارفا تكون هو تو لارفا هو رابيتيو فورم اند فلار فورم. هسه عرفنا احنا وين موجوده وعرفنا شلون راح تنتقل والفاينل خو. هسه راح نجي نعرف شكل هذه الايدام. تكون هي اول شيء شكلها على سلنتكل، تكون هي اسطوانيه الشكل، ويكون طول الفيميل أطول من الميل، تكون هي من 1 إلى 2.7 لون. أما الفيمي أما الميل فهو يكون 0.7 إلى 1 لون. هي وين موجودة؟ لأنها موجودة هي في الميوكوز أوف ذا سمول انتستين. شلون تشوفون هذه الصورة اللي موجودة ميوكوزا والسب ميوكوزا والمسكولار، فهي تكون موجودة بالميوكوزا. تكون الكلار تكون هو لونها بينك كريم كراي، وأيضا تكون هي فري سمول، تكون هي ديدان صغيرة. هسه راح نجيب على شكل الميل. الميل شلون نفرق بين الميل والفيميل؟ تكون الفيميل انتيزن اوفيتاس اوفري فالفا وايضا والانو كما موضحه في الصوره، بينما الذكر فهو يحتوي على الفيسس وعلى الانتيزن وعلى سيركوس زوج من السيركوس من الشويكات، وايضا تكون نهايته هو مقوسة، بينما الأناث هي تكون مدببة ومستقيمة. يبلغ طول الذكور 1 ملم، بينما الأناث يبلغ طولها 2 ملم. راح أجي أشرح في الصورة السريعة عن الباراسايتيك فيس، دورة حياة مباشرة أو طفيلية. هي تتم في ظروف بيئية سيئة وغير مناسبة، وراح تنطيني L1 و L2، ثم تتحول إلى يرقات معدية. تستطيع البقاء بدون تغذية لمدة 12 يوم، ومن ثم راح تخترق الجلد لتصل إلى الأوعية الدموية، ومن ثم تذهب إلى القلب الرئتين، وحيث تبلغ طولها هنا حوالي 400 مايكرون وعرضها 25 مايكرون. بينما الفري ليفينج فيس دورة الحياة غير مباشرة تتم بظروف بيئية جيدة أو مناسبة. تتطور اليرقات وتتغذى على المركبات العضوية الموجودة في البراز، من ثم تنمو تنسلخ إلى L1 و L2 و L3 و L4 لتصبح ديدان ناضجة. حاولت أشرح الصور مبسطة لأن دكتورة حلا شرحتها لكم بالنظري. F of the triangle. السايز يكون من 55 إلى 60 مايكرون، حتى نفرقها عن باقي الديدان. يكون شكلها أوفال كلير ثين شول، وتكون بيضاوية هي، وتكون غلافها رقيق. الإيب وين راح تكون؟ تكون R late in the mucosa، راح توضع في الميوكوزا. راح تفقد في الرابيد فورم لارفا، راح تخترق الكلندر امبيثيليوم الغدد الطلائية، وراح تمر بالهيومن اوف ذا سبورم انتستين اند اوت اوف ذا فيتس. ديفلوبمنت اوف ذا وورم.
الايل يعني معناه هو larva. فنجي الايل 1 develop into ايل 2 then ايل 3. الايل 3 اللارفا الثالثة هو الانفكتد ستيج هو الفلار فورم لارفا كما ذكرنا بداية المحاضرة، من ثم الى ايل 4 من ثم الى الاف 5 وبعدين راح يصير عندي يدان بالغة. فلار فورم عند الرابت فورم لارفا راح نجي نفرق بيناتهم. فلار فورم لارفا هو سنوات سيال تكون هو سيال مالته مثنى وتكون هو انفكتف ستيج في سايز من 600 الى 20 مايكرون، بينما رابت فورم لارفا وتكون هو شورت سيكل كافيتي وتكون هو تاكنوس ستيج وتكون حجمها من 220 الى 15 مايكرون وراح تظهر appear in the stool within 4 weeks of the infection تظهر بعد الإصابة بأربع أسابيع. والصور الموضحة تكون شلون تكون نهاية الفلار فورم شلون يكون الدير مالته مسبب أو مسنن. هسه وصلنا إلى نهاية المحاضرة وهو الدكنوسيس. يكون إما عن طريق دائرة فستول السمير، عن طريق اللارفا، أو عن طريق الهيستولوجيكال اكزامينيشن اوف ذا توجينوم اند تو جينوم بايوبسي، أو عن طريق الإيزينوم فيل بيرسنت ان كومبليكتد سترون جلاس بات اس لوس هايبر انفكشن، أو عن طريق فابوليشن سكرينينج انتمينج ارياس إلايزا فور اي جي جي في المناطق اللي تكون مصابة بهذا الطفيلي، او عن طريق زراعة مستول هو الكالتيفيشن اوف ذا ستول. اللي هنا تنتهي محاضرتي وياكم، ويا رب تكون استفدتوا من عندها. شكرا لكم.